لا تلبث الأوضاع في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا أن تهدأ حتى تتصاعد من جديد، آخرها تعزيز الجيش التركي نقاطه العسكرية بالمعدات اللوجستية مقابل تعزيزات لدمشق في المنطقة نفسها. تركزت معظم التعزيزات التركية التي ضمت أنظمة تشويش إلكترونية على محور جبل الزاوية جنوب أدلب الذي يشهد تصعيدا كبيرا من دمشق، فيما تستكمل القوات التركية إنشاء خط أمني على امتداد نقاطها شرق أدلب. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن القوات التركية أرسلت تعزيزات إلى نقاطها على خطوط التماس مع القوات السورية بالتزامن مع تحرك من الأخيرة لنقل دفعة صواريخ إلى نقاطها التي تقع مقابل مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. اللافت أن التعزيزات التركية بدأت غداة لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 11 من يونيو بالتزامن مع عقد لقاء بين عسكريين روس وأتراك وسوريين في قاعدة حميميم في اللاذقية. هذا الأمر يوحي باتفاق سري أو خفي بين موسكو وأنقرة ودمشق يشمل تقاسم السيطرة على الأرض من جديد، إضافة إلى الأوضاع والانتخابات التي تعتزم قوات سوريا الديمقراطية إقامتها في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا. تلك الانتخابات تواجه رفضا تركيا صارما كونها تشكل خطرا على وحدة سوريا وعلى الأمن القومي التركي، وتأمل أنقرة في أن تبدي دمشق الموقف اللازم لمنع الانتخابات التي ستجرى في أغسطس المقبل، فيما جدد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري صالح مسلم تمسك الإدارة الذاتية بالمضي في إجراء الانتخابات المحلية رغم التهديد التركي. وتبدي أنقرة قلقا من موقف واشنطن رغم اعتراضها على إجراء الانتخابات بسبب عدم توفر الظروف الملائمة، وتعتبر أن واشنطن لن تتخلى عن دعم إقامة دولة كردية على الحدود الجنوبية لتركيا. وفي ظل الاتفاقات غير المعلنة كشف المرصد السوري عن انعقاد اجتماع سري الأربعاء بين عسكريين روس وأتراك في مدينة تل أبيض شمال سوريا وسط استنفار بين فصائل المعارضة ومخاوف من احتمال تسليم المنطقة للقوات السورية. ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي عمر كوش ومن نيقوسيا ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن بسام إسحاق. مرحبا بكما ضيفي الكريمان. استاذ عمر، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنه القوات التركية تعزز لليوم الثالث على التوالي قواتها غرب أدلب، ما سبب هذه التعزيزات في منطقة خفض التصعيد؟ يعني سبب هي المعارك التي طبعا كانت تدور، وطبعا قوات النظام وحتى القوات الروسية يعني اشتركت الحقيقة بشن العديد من الهجمات على مناطق إدلب وجوارها، وهناك طبعا تهوفات تركية من أن تقوم بعض المسيرات للميليشيات سواء الميليشيات الإيرانية أو من قوات النظام باستهدافها. هناك لذلك زودت نقاطها العسكرية بنظام تشويش إلكتروني مضاد طبعا لهذه المسيرات الانتحارية أو من احتمال أن تقوم بهجمات طبعا على نقاطها المنتشرة في منطقة ما يسمى خفض التصعيد الرابعة. هذا يثبت الحقيقة أن نشر هذه التعزيزات العسكرية طالما أنه أتى على أثر اللقاء بين هاكان فيدان والرئيس فلاديمير بوتين، هذا يعني أن هناك توافق روسي على هذه النقاط، لأن التنسيق الروسي الحقيقة التركي في هذه المنطقة بالذات عالي المستوى، وهناك ربما تفاهمات أكثر تمتد إلى مناطق شرق الفرات، خاصة في ظل طبعا عزم أسد وإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بإجراء انتخابات مرفوضة طبعا من قبل سواء الداخل السوري أو من طبعا القوى الإقليمية وحتى طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، كل ذلك يعني الوضع متوتر وليس متوتر. اقتربت معركة إدلب ولا لا أستاذ عمر؟ يعني من الصعب الحقيقة القول أن هناك يعني معركة إدلب، لأن إدلب يعني الحقيقة تشهد معارك منذ سنوات، يعني لاحظنا يعني العديد من الجولات التي اشتركت فيها قوات النظام والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية، وطبعا تداخلت الحقيقة المواقف واستدعت تنسيقات واتفاقات ما بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. لذلك يعني الاستاتيكو القائم الآن الحقيقة لا يسمح بتغيير مناطق السيطرة، بمعنى موازين قوى ستبقى نفسها، ولا أعتقد أنه سيكون هناك عملية عسكرية واسعة في إدلب أو في سواها. طيب أستاذ بسام، اليوم بالشرق الأوسط
قال أنقرة تبدي قلقا من موقف الولايات المتحدة على الرغم من اعتراض واشنطن على إجراء الانتخابات لقصد في يونيو. يعني هي لا ترتاح لمعارضة الولايات المتحدة، بدها معارضة أكبر. رجب طيب أردوغان رئيس تركيا عبر عن ثقته أيضا بأن الحكومة السورية لن تسمح بإجراء هذه الانتخابات، قائلا من دون شك الإدارة السورية لن تسمح بالخطوات بهذا الاتجاه. يعني اعتراض أمريكي خلينا نقول ربما لا يعجب الأتراك لكنه موجود، وأيضا في تعويل من التركي على السوري. شو من وين جايبين القوة يعني ليعملوا الانتخابات؟ تحياتي لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. الحقيقة هذه ليست أول انتخابات بلديات تحصل في شمال شرق سوريا، ولكن الغريب أنه هذه المرة يعني بس ما تكون آخر انتخابات النوم. يعني هو هذا السؤال. طبعا نحن نتمنى أن تكون آخر انتخابات إن شاء الله، لا أعتقد، ولكن نحن كنا نأمل على أنه تكون انتخابات متميزة. بالنسبة للموقف الأمريكي، هو كما يعني وصفه الأتراك، هو ليس يعني رفض بالمطلق، ولكن كانوا الأمريكان يشعروا بأن الوقت حاليا غير مناسب، وأنه من الأفضل التحضير للانتخابات بشكل أفضل، بأن يكون هناك وقت أكبر بحيث تكون انتخابات أيضا مراقبة دوليا وتتمتع بمصداقية، بحيث لا يتم انتقادها من الأطراف المعروفة مثل النظام وتركيا وغيرها. طيب هاي رغباتكم، عم تحكي لي هلا عن رغباتك السيد بسام، أنه السؤال اليوم ألا تخشى قصد من أن ينتهي مشروع نتيجة صفقة دولية كبيرة يعني بين الأتراك والروس وبموافقة من حلفائكم بواشنطن؟ يعني معقول تضحي واشنطن بحليف صديق في الناتو مشان خلينا نقول كيان ينتهك بين قوسين، ينتهك دولة معترف بحدودها أمميا؟ يعني هذا الطرح هو ليس جديد، من دوما نسمع هذا الكلام، لسهم خلقون. بالتأكيد يعني الشعب السوري كله لما اتخذ خطوة المطالبة بالتغيير، هو دخل هذه المرحلة يلي تسببت للأسف إلى الآن بهذه الكارثة اللي حلت في بلدنا. ولكن نحن لا نستطيع أن نتوقف عن طرح أفكارنا كسوريين ورؤيتنا، وعن أن يكون لنا دور، رغم أنه اليوم كلنا يعلم كما وصفتي أنه الدور الأكبر هو للتحالفات الدولية وللتوافقات الدولية، ولكن للأسف كثير من المعارضات السورية هي أصبحت خارج اللعبة، واليوم قصد ومسد والإدارة الذاتية تحاول أن يكون لها دور. هل ننجح أو لا ننجح؟ نحن مستمرون العمل من أجل تحقيق رؤيتنا. طيب أستاذ عمر، المرصد السوري أيضا كشف عن انعقاد اجتماع سري الأربعاء بين عسكريين روس وأتراك في تل أبيض، وهي في منطقة نبع السلام كما نعلم. فصائل الجيش الوطني استنفرت خوفا من تسليم المنطقة للروس، يعني في مخاوف حقيقية على الأرض من تسليم المنطقة للروس. هل من المحتمل أن تعقد أنقرة صفقة على حساب الفصائل الموالية لها والتي دافعت عن مصالحها في أذربيجان وليبيا يعني الحقيقة العلاقات الدولية يعني كل شيء له حسابات المصالح، يعني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية لها حسابات مصالح مع قصد، تستخدم قصد كأداة وظيفية ضد عدم ظهور داعش إلى آخره، لكن ممكن أن تدخل بصفقة مع مثلا تركيا أو غيرها وتبيع قسد وغيرها. وبنفس الوقت روسيا وتركيا ممكن أيضا أن يكون هناك طبعا مقايضات، بمعنى اجتماع تل أبيض بين الروس وبين الأتراك، إذا كانت هناك مخاوف أو مؤشرات على تسليم منطقة ما، يجب أن يكون مقابل لهذا التسليم إذا صدقت طبعا الروايات، بمعنى
تركيا دائما كانت تريد أن منطقة منبج وما حولها، وطبعا كانت روسيا تعارض ذلك وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان هناك مثلا مقابل تقدمه روسيا في مناطق معينة مثل منبج أو دير حافر أو غيرها، ربما تعقد صفقة بين هذه الدول، لأن كما نعلم الصراع أصبح يعني ليس صراعا بين السوريين بقدر ما هو صراعا بين القوى المتحكمة والخائضة بالدم السوري والوكلاء المحليون، سواء قسد أو الجيش الوطني أو غيرها، طبعا ينفذون أوامر هذه القوى التي تدعمهم بالمال وبالسلاح. هذا واقع الحال للأسف، هذا واقع الحال. لكن قصدي اليوم في تشجيع من تركيا لإعادة السوريين طوعا إلى بلادهم، هل يعني هذا الموضوع حدوث معركة في، يعني إذا حدثت معركة في إدلب هذا ليس من صالح تركيا على الأقل لجهة توافد النازحين مرة أخرى على حدودها، ولا في مخطط لجعل المعارك محصورة في طريق حلب اللاذقية؟ يعني الحقيقة في تفاهمات ما يعني على أن لا يكون هناك تغير كبير في هذه المناطق، خاصة بالخارطة العسكرية وخارطة النفوذ والسيطرة. الأمور الحقيقة يعني الروس يدفعون باتجاه إيجاد تفاهم ما بين النظام وبين الأتراك، والأتراك لا يمانعون، لكن هناك تشرطات للنظام لا يريدها الأتراك. الصفقة إذا شملت إدلب وإعادة مليون أو أكثر من مليون لاجئ سوري في تركيا إلى شمال سوريا، ربما يعني إذا اكتملت خيوطها ربما يعني نشهد، لكن ليس هناك الحقيقة بوادر، يعني بمعنى أن النظام غير قادر الحقيقة على استقبال أي سوري، لأنه هو من قام بتشريدهم، يعني يريد أن يساوم، يريد أن يعني يسوف الأمور. وكما لاحظنا مع المبادرة العربية يعني لم يقم بإعادة أي لاجئ، والأردن طيب لا نريد، باقي دقيقة ونص للأستاذ بسام. في حال تم الاتفاق على عودة قوات سوريا الديمقراط أو عفوا عودة الحكومة السورية إلى دير الزور والرقة والحسكة ضمن اتفاق سيرعاه الروس مثلا، هل ستنسحبون من هذه المناطق كما انسحبتم من عفرين ورأس العين وهي السيناريو؟ لوين راح تروح قسد؟ أختي الكريمة، نحن لم ننسحب من عفرين ورأس العين. هذه المناطق تم الاتفاق عليها دوليا. ما هو هلا في اتفاق دولي على الطريق؟ نحن بالنسبة لنا متمسكين بالمناطق التي حررناها من التنظيم الإرهابي داعش. لنا خيارات ونحن على حوار مع حلفائنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ولازلنا في هذا الحوار. ليس هناك أي كلام الآن عن اتفاق نهائي أو عن انسحاب من المنطقة، حتى أنه رئيس النظام السوري قال مؤخرا على أن الحل مع قسد هو ليس عسكريا بل حل سياسي، ونحن نعتقد أن الحل سيكون هكذا، حل سياسي. شكرا من نيقوسيا ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن بسام إسحاق، شكرا موصول للكاتب الصحفي عمر كوش كان معنا من إسطنبول.